مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر وفي هذه الدردشه الليليه معكم اللي عودناكم عليها كل ليله طبيعه الحال اخواننا الكرام، اللي كنناقشوا فيها مجموعه من المواضيع اللي كتثير الاهتمام ديالكم وكتصب ايضا ضمن يعني الاهتمامات ديالكم اليوميه. فتحيه مسائيه عطره لكل المتابعين الاوفياء اينما كانوا سواء داخل المغرب او خارج المغرب. كنقول لكم سنه سعيده والله يدخل عليكم باش ما تمنيتو يا رب، ومره اخرى كنجدد التحيه لكم وكنتمنى لكم ليله سعيده باذن الله تعالى وبركته. فموضوعنا الليله هو يعني ديال البنات اللي ولاو كيتشرطوا بزاف باش انهم يتزوجوا، هذا هو الموضوع ديالنا اخواني. شنو الراي ديالكم في هاد البنات وشنو ممكن تقولوا لهم ك يعني شباب وايضا كجيل اليوم وايضا حتى الجيل يعني السابق، يعني الجيل ديال الثمانينات الجيل ديال السبعينات. بغينا تشاركوا معنا الاراء ديالكم وبغينا تشاركوا معنا ايضا التجارب ديالكم في الحياه، كيفاش كانت الحياه قبل وكيفاش كان الزواج قبل، يعني البنت فاش كتزوج بالدري يعني ربما ما كانتش المستلزمات كثيره. كاين الناس يعني اللي كيتزوجوا فقط، كانت ايضا حتى يعني زواج الفتحه كانت مجموعه من الامور اللي يعني كتدل على القناعه وكتدل ايضا على مجموعه من الامور، رغم اننا ماشي حنا كنشجعوا هذا الزواج ديال الفاتحه وكنشجعوا هذه الامور اللي هي ربما تقليديه عند البعض، الا انها يعني كتكرس القناعه وكتكرس ايضا يعني الرضا وكتكرس مجموعه من الامور اللي كتعطينا يعني واحد جيل قنوع. الا ان اليوم يعني الكل ولا تبع المظاهر، الكل ولا تبع الماديات، يعني ولات الامور ماديه اكثر ما هي مبنيه على الحب ومبنيه ايضا على الاخلاص والوفاء مجموعه من الامور. هذا الشيء اللي ولينا كنشوفه ربما يحز في النفس وكيعيد طرح مجموعه من التساؤلات، علاش الكل اصبح يلهث وراء الحياه وملذات الحياه ناسيا مجموعة من الأمور وضاربا بعرض الحائط مجموعة من الأشياء اللي ممكن أنها تغني أي واحد على هذا الأمر ديال المظاهر والماديات. فالبنت اليوم إلا بغات تزوج فربما المتطلبات ديالها كتكون كثيرة، وبالتالي فهاد الشيء اللي خلى مجموعة من الشباب يعني أنهم ما يقدروش يسيروا بنات اليوم. كيقول لك هذه اللي غادي نتزوج فكتطلب ليه في الصداق يعني ربما الملايين يعني في بعض الأحيان، وكنقولها بصريح العبارة يعني ما بقاتش يعني البنت ديال اليوم قنوعة، ما بقاتش يعني رخيصة كما كنقولوا، ما بقاتش يعني مرخصة نفسها، يعني كتشرط بزاف يعني لدرجة مبالغ فيها في بعض الأحيان. يعني كتقول لك انا نتزوج خصو يوفر لي الدار، خصو يوفر لي الطوموبيل، خصو يكون يعني بالوظيفه ديالو يشد الصالير يعني في واحد المرتبه اللي عاليه بزاف. وبالتالي فهاد الشيء واش نتوما اليوم يعني كشباب ديال اليوم يعني قادرين انكم توفروا هاد المستلزمات ديال هاد بنات اليوم ام لا؟ هذا هو النقاش ديالنا، وشنو الرأي ديالكم في هاد البنات اللي كيتشرطوا بزاف، وعلاش يعني بنات اليوم ولاو ماديات أكثر ولاو تابعين المظاهر أكثر، وما بقاش الحب ما بقاش القناعة. فمجموعة من الشباب اليوم كيقول لك بأن هاد البنات ولاو طماعات أكثر من اللازم، يعني ولذلك فالكثير منهم يعني كيبقاو بلا زواج بسبب هاد الأمور. هاد الشيء اللي بغينا تشاركوا معنا، تقولنا الاراء ديالكم بخصوص هذا الموضوع، تقولنا ايضا كيفاش كتشوفوا هذا الامر، وعلاش يعني هاد البنات يعني ولاو كما كنقولوا ماديات اكثر من اللازم. وبغينا ايضا حتى البنات يشاركونا الاراء ديالهم، يقولنا واش انتوما يعني مع هذا الامر ام لا، وكيفاش كتشوفوا يعني هاد الامور.
تحياتي لك أخي عزيز، شكرا لك زكريا عقيل أخويا، شكرا لك. فبطبيعة الحال هاد المظاهر والماديات اللي ولات مسيطرة اليوم، فالكثير يعني من البنات تقدر تقول لك بأن يعني اليوم يعني تغيرت الحياة. بطبيعة الحال الحياة تغيرت، المستلزمات ديال الحياة والتكاليف ديال العيش أصبحت يعني مكلفة جدا، إلا أنه هذا الشيء ما كيبررش باش يعني تكون شروط تعجيزية اللي كتوضعها البنت أمام الشاب يعني اللي كيتقدم من أجل الخطبة ديالها أو من أجل الزواج بها. فربما هذه أشياء صراحة اللي كتخلي شباب اليوم يعانون الأمرين بسبب هذا الوضع، وما كيقدروش ربما في كثير من الأحيان يوفروا يعني هاد الشروط لهاد البنت اللي كتشترط مثل هاد الشروط اللي كتكون في الغالب يعني تعجيزية. فأيضا يعني ربما هذه أشياء اللي خلات يعني اليوم يعني ان حتى الزواج يعني تكون العنوسة كثيرة والعزوف ديال الشباب على الزواج. ف ربما هذه اشياء كثيرة اللي من بين الامور اللي كتخلي يعني هذا الامر ديال العنوسة يكون متفشي، وايضا العزوف على الزواج. فصراحة يعني لم يعد الزواج سهل المنال لدى مجموعة من الشباب في خضم يعني هذه الشروط التعجيزية ديال الشابات وديال البنات اللي يعني يفجرنا يعني مفاجآت من العيار الثقيل في وجه كل من يتقدم يعني من أجل الخطبة ديالهم ومن أجل الزواج منهم. يعني ربما يعني يبحثنا أكثر عن الماديات أكثر من الأشياء الأخرى، من الحب ومن الاحترام ومن الأخلاق. يعني ربما البنت لا تسأل عن أخلاق الشاب، لا تسأل عن يعني مدى يعني إخلاصه لها أو أشياء كثيرة، بل تسأل عن كل ما يتعلق بالماديات أكثر. فما عرفتش يعني شنو المشكل اللي ولا خلى يعني هذه الظاهرة تتفحل كتير في المجتمع ديالنا في نظركم إخواني الكرام. والناس اللي عندهم قصص يعودوا علينا فمرحبا بكم، وغادي نذكركم بالرقم الهاتفي اللي هو 0676 28 0682. أعيد الرقم الهاتفي 0676 28 0682. كيقول زكريا أخي أنا خطبت واحد البنت أخي، وفي الأخر ولات طالبة مني شلا حوايج. الله يهديهم، الله يهديكم ابنات الناس. اكيد يا اخي، فقط يعني ليس انت وحدك يعني من يتعرض لمثل هذه الامور، فهناك مجموعه من الشباب الذين يعانون الامرين ازاء هذا الوضع، ولاو يعني كيفضلوا انهم ما يتزوجوش كاع عوض يعني هذه الامور. يعني حتى البنت يعني ربما مبقاتش قانوعة، مبقاتش يعني أيضا تقدر أنها تقنع باللي كان، تقدر أنها تقنع فقط يعني بشي واحد اللي كنقولوا أنه يسترها أو مثل هذه الأمور. يعني ولات تهي يعني كتطلب أشياء كثيرة وشروط كثيرة، وأيضا كل هذه الأمور خلت العزوف على الزواج يكون كثير، وخلت ايضا العنوسة اكثر في المجتمع ديالنا. بلال الريفي كيقول انا ما بغيت والو من البلاد وبغيت التعدل. شكرا لك اخي الكريم. فبطبيعة الحال الناس يعني صراحة تغيرت الحياة وتغير نمط ديال الزواج، ولا الزواج يعني غلب عليه الأمور المادية أكثر من الحب، وأيضا من مجموعة من الأمور اللي ولات في هذا الجيل ديال اليوم. يعني الجيل القديم يعني كانت ربما كان يعني الشاب كيتقدم الخطبة ديال البنت وكيتزوج بها،
يعني بدون أي شروط وبدون أي شيء، يعني كانوا الناس قانعين، كانوا الناس فقط يعني كيزوجوا يعني بناتهم الشاب اللي يعني كيكون ذا أخلاق طيبة، يعني متدين، وأيضا يعمل يعني العمل ديالو بطبيعة الحال ومستقر في الحياة ديالو. فهذه كلها أمور اللي كانت يعني في وقت سابق، إلا أن اليوم أشياء كثيرة بطبيعة الحال تغيرت. سعيدة عبد السامي، شكرا لك أختي الكريمة. فالموضوع أختي الكريمة هو علاش يعني بنات اليوم يعني ما ولاتش قنوعات وكيتشرطوا بزاف باش أنهم يتزوجوا، وأشنو الرأي ديالك أنتي في هذا الأمر، وكيفاش كتشوفي هذا الأمر أختي سعيدة عبد السامي؟ أيضا بغينا الآراء ديال البنات، بغينا أنكم تقول لنا يعني حول هذا الموضوع، علاش يعني ولا هذه الظاهرة كثيرة في المجتمع ديالنا إخواني الكرام، والناس اللي عندهم تجارب بهذا الخصوص مرحبا بالآراء ديالكم، وغادي نحاولوا نقراو يعني التعليق ديالكم كل واحد بالاسم ديالو. فتحية للجميع. زكريا كيقول هاد الدريات ولا كل شي طماع. انا قبل ما نتزوج الا ما كانش عندنا اللطف. اخي ما فهمتش يعني القصد ديالك، الا كان ممكن اخويا زكريا عقيل تشرح اكثر، لان يعني الكومنتير ديالك ما مفهومش. على اي، شكرا لك، شكرا ايضا لكل من يتابع معنا هاد الدردشة الليلية معكم اخواني الكرام. فقط يعني دائما كنحاولون نختار مجموعة من المواضيع اللي يعني ربما كتير الانتباه ديالكم، ولات يعني مطروحة بشكل كبير في الآونة الأخيرة. ف يعني هذا الأمر يعني ولا كيطرح واحد قلق كبير لدى مجموعة من الشباب اللي اليوم ربما السؤال مطروح، واش قادرين أنهم يسيروا هاد الشروط ويسيروا هاد المظاهر وهاد الماديات المتفشية؟ هذا هو السؤال المطروح إخواني الكرام. فالكثير من الناس يعني كتلقى الشاب يعني الله على قد الحال، كتلقاه كاري، كتلقاه يعني الله مقاتل مع الزمان، كيمشي يتقدم الخطبة ديال الفتاة فيصطدم بمثل هاد الشروط وكيصطدم بالواقع المرير. يعني علاش ولات هاد الأمور؟ شنو اللي خلاها تكتر؟ شنو اللي ربما حتى ايضا الغزو الثقافي، وايضا ربما حتى المسلسلات يعني الاجنبيه اثرت بشكل كبير على العقليات ديال البنات اليوم. وبنات اليوم يعني بغاو يلبسوا مزيان، بغاو احسن سياره، بغاو احسن فيلا، بغاو احسن ماكل واحسن مشرب. كلها مجموعه من الامور اللي ولات مطروحه بشكل كبير، ولات كطرح واحد علامة استفهام. ف صراحة هذا الشيء يعني كيتير كما قلت مجموعة من التساؤلات. روزي غوج كيقول فعلا الصداق ولا كتير، على الشاب ما بقاش في الصداق ولا في التفاهم المعقول. انهار تزوج، فكرت في زوج صالح، هذا هو المهم. تحياتي لك اختي روزي. محمد ابو العيد تحياتي لك. بنصار زود خويا، البنات ديال هاد الوقت طماعين باغين الفلوس. شكرا لك اخي بن ناصر. فيصل وجان كيقول كل شيء من التربية الوالدين، يعني حتى ايضا ماشي حتى من التربية ديال الوالدين، بل ايضا كاين بعض الوالدين حتى هما اللي حتى هما كيزيدوا يشجعوا البنات ديالهم على هاد الشروط. وهاد الاب وهاد الام ما كتسولش على المعقول، ما كتسولش على التربية، ما كتسولش أيضا على الأخلاق والدين، بل كتسول على الماديات فقط، وما كيهمهاش يعني شكون هذا السيد وشنو كيكون
بل اشنو عنده في جيبه. هذا هو الامر المحرج جدا. شكرا خويا، تحياتي لك. فبطبيعة الحال هذا موضوع يعني اللي ولا مطروح بشكل كبير لدى مجموعة من الشباب، وبغينا يعني الآراء ديالكم تنتوما خصوص هذا الموضوع. فتحياتي لكم وتحية للجميع، وكنتمنى من الله تعالى انه يفرج علينا، وان شاء الله الله يهدي الجميع، الله يهدي يعني شباب اليوم وايضا شابات هاد العصر. فتحية للجميع، وكنتمنى من الله تعالى اننا ان شاء الله نرجعوا القيم ديالنا والمبادئ ديال التمغربية الحقيقية، وما يبقاش يعني الطمع يعمي العينين ديال الشباب ديال اليوم، وايضا الناس تشوف امور اخرى عوض المظاهر عوض الماديات. فالمظاهر والماديات ليست يعني هي الكل من اجل الكل، بل يعني المعقول والنية والحب والتفاهم والاحترام وتقدير الاخر هو الاساس من الزواج. فتحية للجميع، وشكرا على المتابعة ديالكم، وشكرا ايضا على التفاعل ديالكم وعلى الكومنتير ديالكم. ونضرب لكم موعد في لايف اخر وفي فرصة اخرى باذن الله تعالى وبركته.